وصلني هذا البوكس من شركة AAB وكان داخل البوكس مايكروفون. مايكروفون من شركة نيكسلي اسمه فوكو وايرلس لافالير. والمايكروفون هذا الحين أنا مركبه والصوت اللي قاعد تسمعونه من المايكروفون نفسه. فخلوني أعرفكم على مواصفات المايك وشنو راح تحصلون معه داخل العلبة. أول شيء داخل العلبة راح تحصل على الرسيفر والترانسميتر وكتيب التعليمات. وراح تحصل على أكثر من كيبل مع المايك، منهم اللافالير وكيابل مخصصة حق الكاميرات وكيبل USB Type-C حق الشحن. وراح تحصل على بن علشان تسوي ريست حق الميكروفون، وعندك هذا الويند موف أو اللي نسميه ديد كات. مثل ما نشوف الميكروفون حجمه صغير، مناسب حق صناع المحتوى بشكل عام، وبسبب حجمه الصغير ما راح يأذيك إذا بتاخذه معاك أي مكان، وما راح ياخذ مكان مثلا إذا بتحطه عندك بالجنطة. الحلو بالميكروفون انك تقدر تستخدمها من غير اللافالير، فاقدر اشيله من هني واستخدم هذا بروحه، فاقدر استخدم الترانسميتر بروحه واركبه اي مكان هني مثلا عندي بالهدوم واستخدمه كميكروفون عادي. فالترانسميتر من فوق هني راح ياخذ الصوت بشكل واضح، وتقدر بعد من فوق تركب عليه الديد كات حق التصوير الخارجي. وطبعا الميكروفون وايرلس، الرينج ماله جدا ممتاز، راح يوصل معاك لغاية 50 متر. وإذا نلاحظ الرسيفر والترانسميتر فيهم أزرار على الجنب. بالرسيفر عندك زر التشغيل، وهو نفسه راح يكون زر إذا تبي تخليه مثلا تسجيل مونو أو ستيريو. وعندك زر الـ A والـ B حق الجين، وفوق في فتحة هني حق الريست إذا تعبثت مثلا بالإعدادات ولا شيء تبي ترجعه إلى الإعدادات الأساسية، تقدر تحط البن هني وتسوي له ريست. ومن الخلف في كليب علشان تثبته على الكاميرا، ومنفذ الاوت حق الكيبل الى الكاميرا، ومنفذ حق السماعات، وعندك على الجنب منفذ USB Type-C حق الشحن. اما الترانسميتر، الزر الاول زر التشغيل، وبنفس الوقت هو زر الميوت، والزر الثاني زر الاقتران. ومن الخلف في كليب علشان تعلقه مثلا على ملابسك، ومن فوق هني راح يكون الميكروفون اذا تبي تستخدمه من غير اللافالير، وهذا منفذ حق اللافالير. ونفس الشيء عندك على الجنب منفذ الشحن ومنفذ الريست. واخر شيء كواليتي الصوت مال الميكروفون جدا ممتاز، صار لي اسبوع قاعد اجربه وبطاريته راح تعطيك 5 ساعات استخدام. والمميز فيه حجمه الصغير، والحلو انك لما تشتري الميكروفون راح تحصل معاه كل الكياب اللي تحتاجهم حق الكاميرات. والحلو بعد الميكروفون انك تقدر توصله على التليفون، راح يجي معه كيبل راح تقدر توصله على اي تليفون عندك وتسجل من خلال الميكروفون. فالفيديو الحين اللي قاعد تشوفونه هذا مسجل من الايفون والصوت من ميكروفون نيكسلي، فراح اقدر استخدمه كذي هذا مع الكليب هنا علقه، او اقدر اركب اللافالير واستخدمه حق المقابلات او اي تسجيل عندي. بالنهاية مثل ما قلت أول شيء، مايكروفون نيكسلي الفوكو وايرلس لافالير مناسب حق صناع المحتوى. أنا بالنسبة لي هذا الميكروفون راح أخذه معاي كل مكان بسبب حجمه الصغير، فما راح يأخذ مني مكان بالجنطة مثلا إذا طلعت، وما راح يأذيني بالاستخدام لأن بس تشغله راح يكون جاهز على طول حق الاستخدام. والحلو أني أقدر استخدمه حق التليفون أو الكاميرات. واللي يبي نفس هذا الميكروفون تحصلونه في جميع أفرع عالم AAB، أو تقدرون تشترونه من خلال موقعهم. ومشكورين على المتابعة.